الناس اللي شغالين ياسين في السوق، ياسين في السوق يعني ايه؟ يعني واحد كده يعني مخلص بيته، مخلص بيته بياض، تلاقي يقول للراجل ايه؟ تعالى يا فلان اسلي، بيسموها اياس حتى، اسلي المساحة البياضة دي. برضه علشان ما يجيبش حد ياخد منه المبلغ اللي يستحقه، عاوز يعمل حاجات بالمينيموم. فقياس المسافات ده حاجات يعني قول لي كده واحد بيجي يعمل مستخلص لمقاول من غير ما يستخدم الشفرة ده. أولا المستخلص لما بتيجي تقيس قعدة، القعدة ديت مثلا 3 متر في 4 متر في عمق مثلا 60 سم، يبقى ده المكعب بتاعها كام؟ 12 في 6 من 10 في كام؟ 7 متر و2 من 10، ده متر مكعب. صح؟ بتقيسها ازاي بقى؟ الراجل اللي بيحاسبك او المقاول يهمه ان القعده دي بدل ما تبقى 3 في 4 هيحاسبك عليها 5 في 4. انت بتقيس على نفس الحدود بتاعتك، وممكن ناس تقيس بدل ناس. انا عاوزك الحته دي تبقى استاذ فين؟ عشان لما تتخرج ان شاء الله محدش يضحك عليك ابدا. في ناس مهندسين بيبقى في الموقع خايف يمسك شغل، خايف يقف على ميزان، خايف يقف على تولين، خايف يقف على بلاي ستيشن، لانه ما يعرفش. هيبقى واحد بتاخد كل العمل هنا في الكليه كان واقف بقى بيتمنظر على الناس اشتغل انت وهو انا البيت بتاعته، هو البيت دلوقتي بيطلع بعد كده بياخد على نفس الموقف. اللي هو عامل كده ياخد، انت بقى تشتغل وبتتعلم وكل حاجه بتعرفها في الميزان وتطلع بره من الخشب. يبقى لازم كده، ولما تخش اي موقع لازم يكون ليك بصمتك. الحاجه دي بيقيسها حتى لو بيقيس صح ولا بيقيس غلط. لازم يبقى ليك انت رايك. انا اول ما اخش عشان تركب الموقع تخش انت راجل ماسك الميزان، ليه مثلا الميزان مش منسوب النظر؟ هو الواد شغال صح وظبط الافقيه مظبوط؟ كل اللي يعرف انت عامله ده. الشغل الزفت اللي انت عامله ده؟ ده مين اللي علمك؟ عمر ده اللي علمك الكلام ده؟ قلت لهم انت عامل ايه؟ هيقول لك بس ده كده على ايه؟ ده جامد قوي. بس كده يبقى كل مهندس لما يخش موقع عاوزك توصل للميزان، تتعلم كويس جدا الميزان والتدوير والشريط، الحاجات اللي انت مستحيلها دي، تخش الموقع تضرب الميزان فيبقى بالظبط الافقيه، عاوزك توصل للمرحله دي. فان شاء الله ده هتوصلها لو اشتغلتوا. عندنا اولا زي ما قلت لكم الاجهزه دلوقتي دي متاحه بالنسبه لك ببلاش. لو خدت الشهاده اللي قلت لي عاوز اضرب على الميزان اقول لك كده. طب يا دكتور انا لسه ما درستش الميزان، ممكن استخدمه؟ طبعا. يا جماعه انت طالب في كليه الهندسه جامعه المنصوره، عكرني انك انت طالب كنت هندسه. خش قول له خد الكرنيه وانا هقعد اخد الميزان ربع ساعه وهتدرب عليه. لو قال لك لا تعالى. ما كلهم بيقولوا لا. هو برضه يا جماعه بصوا اقول لكم حاجه، ويمكن ما رضيتش اخد شخص زياده احسن عشان الموضوع، بس ما رضيتش اخد شخص زياده ده اكيد جاز العدد، يعني عدد الشواخص مش كتير. طب خلاص قول للدكتور سجل اللي قدم شخص، لو قال لك انت عملت خلاص. عموما يا جماعه انا عاوزك تبقى استاذ في اي جزء عمل عدد بتعمله. لو انت ملاحظ ان شغلك توجيه والجهاز ما كانش الكلام ده خالص، وسافر خط مستقيم على استقامه واحده، الكلام ده سابقا في الموقع درب عليه. المهم احنا طبعا بقول لك شفت العباره الاولانيه ديت، وانتم زي ما انت سيرفيه اساسيات المساحه هو ايه؟ الزنيت تو ميجر ديستنس، هو الحاجه لقياس مسافه. عمرك ما تخش اي موقع على لازم تقيس مسافه دي. مفيش حد يخش موقع على ما يقيسش ايه؟ اي طول بالشريط. هتقيس بطول الشريط المقاول ولا بشريطك انت؟ شريطك انت. هو ولا تستخدم عربية مقاول ولا شريط مقاول ولا أي حاجة. عاوز تستخدم شريط مقاول تعمل معمل تعايرهم على شريط ستيل يكون نفس الطول، وتحط الشريط على الشريط وتتأكد إن الطول مظبوط. ما تعملش الحاجة، ما أقولكش إن كل الناس وحشة. بس لازم تحتاط. المقاول دايما يهمه ها ان الشروط اللي بتاعه يبقى اقل من الايه؟ من الطول الحقيقي، علشان يديلك طول ايه؟ اكبر من الطول الحقيقي. خد بالك احنا فهمنا دلوقتي حته اسمها ايه؟ ستاندرايزيشن.
هو الستاندرايزيشن ده؟ تعيين. ان الشريط لازم يكون مطابق لطول اسمي. يعني ايه طول اسمي؟ يعني ايه نوع من اللينز؟ انت عارف على اي علبه تشتري الشريط كده؟ مكتوب عليها 30 متر. لازم لما تنسش العلبه اللي جوه الشريط اللي جوه لازم يكون طوله كام؟ 30. ما يبقاش 28، ما يبقاش 29. المول طبعا هو 3 4 متر بالذات في اعمال الطرق، يعني 3 4 متر بسلام. وبعد كده تخيل بقى انت بتقيس طريق طوله مثلا 10 كيلو وماشي بالشريط ده، شريط مكتوب على 28 متر وانت عمال تقيسه كل مره كام؟ 30. تخيل بقى عندك كام حته؟ لو الشريط عندك 50 متر في 20 كيلو، صح؟ يبقى 20 حته. عارفين الحته يعني ايه؟ يعني تاخد الشريط بطوله 2 متر ب 20، 40 متر طول. يبقى هو نفذ 40 متر طول ببلاش، خد حسابه من غير ما ينفذه. 40 متر طول يبقى شوف القطاع عرضه قد ايه؟ الطريق عرضه قد ايه؟ في عمق تأسيس قد ايه؟ يبقى خد منك كم متر مكعب؟ يبقى خد منك حوالي الفلوس. هتلاقي الكلام ده المقاول اللي بالمنظر ده عد صوابعك باستمرار. متأكد ان هم خمسه دايما بتعرف معاه. يا دكتور لو انا مسكت مقاول بيغش في سيستماتيك ولا اكسيدنتال ولا انسترومنتال؟ سيستماتيك.
يبقى نوع الخطا اللي هو سيستماتيك ايرور. طب السيستماتيك ايرور ده بالذات بيتصلح بالايه؟ بالمعادلات. فعشان كده احنا هنشوف ايه هي الاخطاء اللي ممكن تقابلنا اثناء القياس وبنعالجها ازاي. طب ناخد مثال تاني. افرض انك انت تعرف شغلنا دايما اراوند سان رايز وسان سيت. الشغل بتاع المساحه محفوظه حول الشروق والغروب. ليه؟ لان التمبريتشر جريدينت بيكون اقل ما يمكن. يعني انت عارف ان حاله التمبريتشر جدا انت هتعرفوه بعد كده زي الساين كيرف. انت السان رايز والسان ريز والسان سيت اللي هو تقابل المنحنى مع محور سين اللي هو جزء اصغر ما يكون. لكن 12 الظهر و12 بالليل هتلاقي الخطا ده ماله كبير جدا. فعشان كده ما بنحبش نقيس ولا الظهر ولا 12 الظهر. هو يقول لك انا قاسم الليل ده كله كويس. لا التمبريتشر جدا بيبقى ماكسيموم. هو حول الشروق وحول الايه؟ الغروب. يعني بعد الشروق مباشرة انت اقصد واقصد لحد الايه؟ لحد ما انا شايف. طيب لو انت طلعت الصبح بدري كانت درجة الحرارة 20 وقعدت تشتغل لحد ما وصلت الساعة 10 الصبح كانت درجة الحرارة وصلت كام؟ 35 درجة. في تفاوت في درجات الحرارة ولا مفيش؟ طب ولو انا بقيت شريط صلب؟ لا هيتأثر. الشريط ده هيتأثر بالحرارة ما تأثرش. هيتأثر. طب اعمل ايه؟ لازم اصلح للتغيير في درجه الحراره. لكن الشغل بتاع التين ده لو شغلته الظهر الماتيريال بتاعته بتقاوم الايه؟ الحراره. ما بيحصلوش ولا تمدد ولا كريب ولا كريب ولا شريك كبير. فبالتالي ممكن اشتغل فيه الظهر. لكن لو عندك حاجه فيها ممكن تاثر بالحراره لازم اعمل ايه؟ تصحيح درجه الحراره. يبقى اول تصحيح لينا ها؟ لازم ندخل فيه تاثير الايه؟ درجه الحراره. طب احنا كنا جايبين مسألة قلنا ان احنا الشريط بتاعنا كان مسألة امتحان قلنا الشريط بتاعنا بيتعاير عن درجة حرارة 20. أول ما بدأت الرصد الصبح كانت درجة حرارة 15 وكان نرصد لحد درجة حرارة وصلت 35. من عندك تأثير سلبي وتأثير إيه؟ جايب لازم أجيب قيمته بالظبط قد إيه؟ طب الخط لا قيسته بدرجة حرارة مختلفة ده طول حقيقي كام؟ أقدر أجيبه. ده برضه لقيته ده إيه؟ سيستماتيك ايرور. طالما سيستماتيك ايرور يبقى ليه ايكويشن يبقى لازم اقدر ايه؟ اقدر. طيب يبقى اول حاجه التصحيح لدرجات الحراره. تاني حاجه التصحيح الاستمراريزيشن هو طول الشريط برضه ده سيستماتيك ايرور. طالما ان انا بستخدم معادله يبقى ايه؟ واحد يقول لك ايه؟ الدكتور زكي بيتكلمنا في سيستماتيك ايرور ليه دلوقتي؟ علشان اجهزك انك انت لما تسمعها بعد كده الترم الثاني ما تقولش ده قالنا حاجه جديده انا عندي فكره عنها يعني ايه سيستماتيك ايرور. خلاص؟ نيجي بعد كده في عندنا لو انا بقيس على ارض ميل انا برسم دايما ايه؟ اي خطه برسمها ايه؟ يعني لو في ميل فطبيعه الارض وانا برسم الخريطه في مبنى الميل ده يبقى انا برسم دايما الطول ماله مسقط على الايه؟ يعني لو عندي جزء ميل لازم احوله طول ايه؟ افق. عشان كده بقول لك لو انا بقيس على ارض ميله لازم ها؟ اسقطه على الايه؟ اعمل له بروجيكشن. يبقى لازم اجيب فرق المنسوب يبقى اجيب زاويه الميل ويمكن رسمنا حاجه زي دي في اول مره. طب في حاجه ثانيه الساج. على فكره من الساج او ديفليكشن يعني ايه؟ اكيد سمعناها في استراكشر. انتوا عارفين ان طبعا بيحصل اي ميل بيجيبوه اي كاميرا لازم بيحصل لها ديفليكشن الاول وكل ما يزيد ديفليكشن كل ما يزيد البندنج. طب معنى كده ان انا ماسك شريط بقيس حاجه على عام وماسك طرف الشريط في اول الاوضه والطرف الثاني في اخر الاوضه، الشريط بيحصل له ايه؟ مش على الارض. لو الشريط بيحصل له ايه؟ ساج. طب الساج ده انا قايس بيه مسافه المفروض مسافه ايه؟ افقيه. لكن الشريط قايس لي مسافه مالها؟ عباره عن ايه؟ ديفليكتيف او كيرف. طب اعمل ايه؟ لازم اصحح التصحيح ده بالنسبه للايه؟ طب ده بيصححه ايه؟ معادله رياضيه. يبقى بالتالي برضه سيستماتيك ايرور. لسه حاجه ثانيه التكشن. انا بعايز الشريط ده بقوه شد قد ايه؟ يعني واحد ماسك طرف الشريط وانا شدد الشريط عشان ما يحصلش فيه ايه؟ ساج. عشان ما يحصلش فيه ديفليكشن فشد الشريط قوي. فقوه الشد دي هل هي قوه الشد اثناء المعايره ولا مختلفه؟ لو مختلفه يبقى لازم اعمل ايه؟ تصحيح برضه للايه؟ للشد.
تعالى كده وتشتغل في الرياح مثلا، انت الولد وهو بيشد الشباب مع ولد هتلاقي الساجي ايه؟ لو بنت ماسكه مع بنت هتلاقي الساجي يحصل له ايه؟ يزيد، لان قوه البنت بتزيد قوه الولد. انت بتشد قوي فقوه الشد عاليه، فيبقى الخطا في القياس ايه؟ اقل ما يمكن. يبقى احنا عرفنا اربع حاجات في منتهى الاهميه: الكوريكشن ديو تو تمبريتشر، ديو تو استندرايزيشن، ديو تو ساج، ديو تو سلوب، ديو تو ايه؟ تنشن. خمس حاجات دول ناخدهم حاله حاله ونشوف المعدل بتاع التصحيح بتاع كل حاجه قد ايه. طب نبدا بالتمبريتشر. انا عاوز بس معلش قبل ما نبدا عاوز تبص على الجدول ده. الجدول ده في منتهى الاهميه. واحد يقول لك اعمل ايه؟ جدول كده كتاب كده اوقع. بالمناسبه يا جماعه الاول قبل ما انسى، الباور بوينت ده تخش على موقع الكليه، موجود على موقع الكليه تحت اسم بلين سيرفي. هتخش اكتب كده موقع الجامعه، في اول صفحه على اليمين كليات الجامعه في صفحه رئيسيه، هتلاقي كده مكتوب كليات الجامعه. تدوس على كليات تطلع على الكليات كلها، تدوس على كليه ايه؟ هندسه. هتخش الاقسام العلميه في على اليمين، تاخد قسم هندسه الاشغال العامه. قسم هندسه الاشغال العامه هتلاقي المواد التعليميه، دوس على المواد التعليميه مش هتلاقي الاختيارات بتاعتي هي الباور بوينت. اللي عاوز يخش هيلاقي كل الكلام ده موجود على الايه؟ على الموقع. انت عندك دلوقتي خد بالك، احنا عندنا الحاجات اللي بتنزل مسافه ايه؟ البيسنج خطوه، تشينج اللي هو الشريط سماها، احنا كنا بنسميها زمان كلمه تشينج تشمل الجنزير والشريط، كل الحاجات اللي هي الايه؟ الحاجات اللي هي المانيوال. التكيومتري ده لسه هناخده اللي هو القياس الغير مباشر. والالكترونيك ديستنس ميجرمنت اللي هو الاي دي ام اللي هو بيخش فيه التوتال ستيشن. يبقى احنا عندنا لو انت ملاحظ ان ادق حاجه اللي موجود لان لازم المكنسه بتاعته عاليه اللي هو بيوصل من 1 ل 10000 ل 1 ل 100000 اللي هو ايه؟ الاي دي ام. اللي بعديها مباشره ايه؟ التكيومتري الشريط. يبقى اول حاجه القياس الالكتروني اللي هو الايه؟ الجي بي اس. اول دول ستيشن ده على حاجه زي ما قلنا المره اللي فاتت بيرفعوا منه مباشره الشريط. ونلاقي بعد كده التكنولوجيا اللي هو اقل حاجه او اضعف حاجه هو الايه؟ اللي هو الكورنتي هو الايه؟ هو الميز. يبقى الحاجات اللي بقى اسالك فيها لازم تكون عارفها. البيسك احنا اتكلمنا عن البيسك مش هقدر اتكلم فيها تاني. احنا عاوزين البيسنج خلاص، احنا عاوزين التشيننج اند كيبل. برضه احنا قلنا اللي يهمني الكلام ده الكلام ده كله الكوريكشنز بقى، دي درس في المنتهى الاهميه ولازم في الميد تيرم لازم يجيلك سؤال منها، واللي لم يكن في اخر السنه لازم يجيلك سؤال منها. انت عندنا الكوريكشن دي اربع حاجات: بريشر، ستاندرايزيشن، كاتيجري او ساك، سلوب، تنشن. خمس حاجات هل واثناء القياس ممكن يقابلنا اخطاء لكل دول مره واحده؟ ممكن. ممكن يقابلنا حاجه خطا واحد بس، ممكن في اثنين، ممكن في ثلاثه، ممكن في خمسه. يعني ممكن اجيب لك السؤال فيه الخمس تصحيحات. يبقى واحد يقول لي انا ما عرفتش القانون. لا لازم تعرف. مش احنا قلنا لازم تعرف نولج اند اندرستاندنج، معرفه وايه؟ وفهم. طب الواحد يقول لي احفظ القانون. لا طبق فيه وانت ما تنساهوش. يعني واحد يجي يحفظ القانون، اللي بيحفظ القانون ده بيجي يحل الامتحان بس تلاقي الوحدات مش مظبطه معاه، تلاقي لكن انت حليت خلاص لما تيجي في الامتحان ما بقتش اول مره، لتاني مره او ثالث مره او 10 مرات. وكل ما بتزيد عدد مرات المتابعه قبل الامتحان بيبقى حل المساله في الامتحان سهل جدا. طب احنا عاوزين ناخد حاجات كده بقى شويه حاجات مهمة جدا عاوزك تعرفها. ال كابيتال هو الترو لينز، طول الحقيقي. ال هو اللينز از ميجر، طول اللي انا ايه؟ المقاس او اللي انا قسمه، ال سمول. لما بنعبر عن ال سمول هو الطول الذي تم قياسه في الايه؟ في الطبيعة، لكن ال كابيتال هو الطول بعد التصحيح، اكتب كده، او الطول المصحح. التي نوت، التي سمول نوت، اند بريتشر اوف ستاندرايزيشن، يعني ايه؟ درجة الحرارة أثناء المعايرة، يعني درجة الحرارة في المعمل أثناء معايرة الشريط،
هيبقى تي ناقص تي نوت. لو بنشتغل في جو برد هيبقى تي نوت ناقص تي. يعني الدلتا تي دي ممكن تكون اشارتها مجرد ممكن تكون اشارتها ايه؟ سالب. مجرد لو التي فيلد اكبر من التي لابوراتوري، لو التي في المعمل درجة الحرارة اللي في الفيلد في الموقع اكبر من درجة الحرارة في المعمل، ودرجة الحرارة سالبة لو التي في المعمل اكبر من التي في الفيلد. الكلام ده بنقابله في اوروبا اكثر من عندنا. اوروبا دايما درجة الحرارة دايما واطي قوي على الايه؟ على الداخل، على الانتيريور. فاحنا دايما درجة الحرارة في الانتيريور دايما بتبقى اكبر من درجة الحرارة في الايه؟ ات اوبسرفيشن. لكن عندنا في مصر دايما درجة الحرارة بره دايما في الصيف عموما بتبقى اكبر من درجة الحرارة ايه؟ جوه. طيب انت مشهور السنة عندما تشعر السنة ايه؟ الماس في اير بليس الام عندنا بعد كده في فرق بين التي نوت والتي كابيتال نوت. ده الشد ات ستابيلايزيشن، يعني الشد اثناء المعايره في المعمل. كنت بشد ب 5 كيلو ولا ب 10 كيلو ولا ب 7 كيلو، يبقى الشد اثناء المعايره هو التي نوت. الشد بقى في الموقع اللي هو الفيلد تنشن اسمه تي، وبرضه الدلتا تي كابيتال هي تي ناقص تي نوت. لو الشد في الموقع اكبر من الشد في الايه؟ في المعمل، تبقى اشارته موجبه. ولو اشارته سالبه لو الشد في الموقع اقل من الشد في المعمل. يعني خلينا كده، لو راجل بيرصف في الموقع احتمال ان الدلتا تي بتبقى موجبه، لو بنت اللي بترصف في الموقع احتمال الدلتا تي تبقى ايه؟ سالبه. دلتا عباره عن علاقه W هو الـ Weight of Scale per unit length. يعني ايه Weight per unit length؟ يعني كيلو جرام لكل متر. شوف خد بالك، ما بتعرف اليونت بتعرف ايه؟ طيب الشريط ده جوه علم ولا مش جوه علم؟ ده بوزنه ازاي الشريط ده؟ مش الدم ده هو الويت او الوزن؟ بوزن الشريط ازاي؟ بالنسبة لطوله. بوزنه من غير العلبة الخارجية، يعني بوزن جسم الشريط، بيطلع مثلا 7.10 كيلو، وطول الشريط 30 متر، يبقى الدبل بيساوي كام؟ 7.10 على كام؟ على 30 كيلو جرام لكل ايه؟ لكل متر، يبقى اليونت بتاعته وزن على ايه؟ على طول. طب انا لو بقصد بالشريط او بقيس بالشريط تي، غير ما اكون بقيس بالشريط ايه؟ ستيل. فمعامل التمدد الحراري في كل شريط مختلف، بيزيد في الحاجات الستيل وبيقل في الايه؟ المواد اللي هي بتقاوم الحراره. فدي معامل التمدد الحراري ده اللي بتحطوه في الماتيريال بتاعي ولا لسه ما اشتغلتوش ماتيريال؟ خدتوا سؤال اللي فات النهارده. كونفيشنس اوف لينير اكسبانشن، معامل التمدد الحراري التوتال. الايه طبعا يعني سمودرز، معامل يانج واكيد كلكم عارفينه. الكيو الانجل اوف سلوب انتجريز. يو زاوية الميل على الرأسي على الأفقي، أنا آسف، زاوية الميل على الأفقي بالإيه؟ بالدرجات. وبقيسها إمتى؟ لما أكون عاوز أجيب مسافة إيه؟ مسافة أفقية من مسافة مقاسة ميل. الإيه داش؟ الأكشوال ستابلايزيشن لينس، والدلتا إيه؟ الكوريكشن تو لينس. يعني الدلتا إيه ده بعد ما صحح كل الكلام ده، يبقى ده اللي ايه هو الخطا اللي بضيفه او اطرحه من الطول بحيث يديني الطول الايه؟ الطول المساحه. الاريا الكروس سكشن اريا او سنتين. يعني ايه بص عاوزين نفهمها برضه؟ ها؟ مساحه سطح الشريط هي ايه؟ هي الشريط عرض. لكن ملوش، بيسيبك من التبس بتاع الشريط، له عرض وليه ايه؟ طول، يعني طوله 30 متر. عرض الشريط قد ايه؟ يبقى 30 متر، فالعرض الصغير طبعا بيديني الايه؟ بيديني الايه؟ مفهوم يا جماعه؟ لكن لو قلت لك الفوليوم اللي لازم ادخل فيه، الفوليوم بتاع التيب لازم ادخل فيه سمك الايه؟ سمك الشريط. طب الحمد لله. نيجي بقى للبريشر كوريكشن. ادي المعدل التصحيح. لازم يكون داخل فيها معامل التبادل الايه؟ الحراري. لما قلنا لما بيزيد معامل التبادل الحراري بيحصل ايه؟ بيزيد الخطر. يبقى الطول المصحح بيساوي الطول المقاس زائد مقدار التصحيح. طب هو ايه اللي زائد؟ دلتا ايه؟ هو الطول المقاس زائد مقدار الايه؟ التصحيح. طب الطول المقاس عندنا ايه اللي عاديه؟ دي ايه اللي مش واعيه؟
ال L كابيتال بتساوي ال سمول زائد دلتا L. بيساوي ال سمول زائد ال L في السي في الدلتا T. المقارنة على اليمين بقى، المقارنة على اليمين دوت ممكن تكون اشارته مقارنة، يا ريت تكتب دي زائد او ناقص. اكتبها كده بلس او ماينس. ليه؟ لو الدلتا دي في الموقع اكبر من الدلتا دي في المعمل هتبقى شرطها ايه؟ مجرد. لو الدلتا دي في الموقع اقل من الدلتا دي في المعمل هتبقى شرطها ايه؟ سالب. يا ريت تكتب الحته دي. يا ريت تكتب الحته دي مش هتلاقيها في اي مكان. الجزء الزائد ده ممكن يكتبها بلس اور ماينس. يبقى الدلتا ايه؟ اللي هو التصحيح بيساوي بلس اور بلس اور ماينس في ال في السي في الدلتا تي. وقلت الدلتا تي لو اشارتها مجرده يبقى الاشاره كلها مجرده، اشارتها سالبه يبقى الاشاره ايه؟ سالب. مش عارف اشاره ضغط الامثله على درجه الحراره ولا ضغط مثال بسيط على درجه الحراره اهو. التي بتساوي كام؟ 20 درجه، دي درجه المعاينه في المعمل. والتي في جو حر كانت درجه الحراره كام؟ 37. يبقى الاشاره الدلتا تي مجرده ولا سالبه؟ مجرده. ليه؟ لان الدلتا تي في الموقع اكبر من الدلتا تي في الايه؟ في المعمل. طب ال ال ده قيسته كام؟ 79984 وعمل التبادل الحراري 1.15% في 10 اس ناقص 5 متر لكل دجري سنتيجريد لكل درجه مئويه. يبقى ال ال بيساوي ايه؟ اكتب كده ال بيساوي 79984 زائد 79 اللي هو ال كام؟ 79984 مضروب في 1.15 في 10 اس ناقص 5 في 17. اه يعني بيساوي كام؟ يبقى ال اهو بيساوي 80 متر. يبقى ده الطول الايه؟ الطول المصح. يبقى انا قسته في الطبيعه كام؟ 79 و984 يعني كان ناقص 16 مللي. لكن هو في الحقيقه كام طوله؟ 80 مللي. يبقى الطول اللي انا قسته 79 و984 يبقى طوله كام؟ المفروض 80. طب انا عاوز اسال سؤال يا ريت الناس تجاوبني صح شويه. هل الطبيعة في حاجة اسمها ابسولوت لينس طول مطلق؟ لو في طول، لو واحد عنده مثال على طول مطلق يقوله لي ما يسألش. طول مطلق في حاجة قبل التغير يعني ايه؟ يعني اقدر اقول الحاجة دي 2 متر مطلق يعني ايه؟ يعني فيها يعني مهما قيسها هي 2 متر. في حد مثال في الطبيعة؟ لا. مصطلح مستحيل تبقى 2 متر، هو مستحيل تبقى متر، مستحيل تبقى 30 سم. كل حاجة في البحر. لا. هل في طول في الطبيعة؟ أنا بسأل سؤال واضح. في طول مطلق في الطبيعة؟ مستحيل. ليه؟ ليه؟ أنا عاوز أجيب طول الترابيزة دي من هنا لآخرها. كلمت ثلاثة منكم طول ما أنا عاوز تجيبوا لي الوسط ركب البشر بطول الترابيزة، القيمة الأكثر احتمالا بطول الترابيزة. ما قلتلكش هات لي الأبسولوت لينس، قلت لك إيه الوسط في ركب الفاليو، القيمة الأكثر احتمالا. هتجيبها لي إزاي؟ أول واحد هيعمل إيه؟ هيقوم ماسك الشرط برضه، طرف الشرط من هنا، ماسك طرف الشرط من هناك. صح؟ وأدي القياس بتاعه، التاني هيقول لك لا، أنا همسك طرف الشرط من هنا، واخد الطرف التاني من هناك واقول الطول ده قد كذا، وبعدين اقرر اخد طرف الشريط من هنا وامسك الطول من هناك واقرر، ومره ثالثه اخد من هنا واقيس هناك واقرر ثلاث مرات. الواد التالت قال لك لا قيس 10 مرات. طب ايه الفرق بين الثلاثه؟ اول واحد ما عندوش ولا طول واحد والخطا احتمال خطا فيه كبير جدا. الثاني عنده ثلاث اطوال، خد المتوسط وجاب الطول بتاعه. بس الرابع التالت عمل ايه بقى؟ جاب الطول المتوسط ل 10 اقساط، وجاب حاجه كمان اسمها سيجما.
كلمه التكفير يقيم فيها على جنب الاسواق. الكلام ده تعرفوه ان شاء الله تو راس السنه دي طبعا مع دكتور محرم، يعني لو عرفتوها يبقى كويس هتعرفوها من المساحه الاكبر ان شاء الله. فده يبقى عندنا اي حاجه في الطبيعه بتبقى ايه بقى؟ اللي انا بسميه موست بروبابل فاليو، قيمه اكثر احتمال يساوي المتوسط الحسابي زائد او ناقص سيجما، ولا يوجد طول مطلق. الدليل على كده ان انا لو استنى 10 مرات هطلع طول، لو استنى 3 مرات هطلع طول، لو استنى 4 مرات هطلع طول، لو استنى مليون مره هطلع طول مختلف. يبقى كل مره بطلع طول مختلف ولا يوجد لها طول ايه؟ طول مطلق. لكن لو السيجما دي قلت قوي ده اقرب حاجه للايه؟ هو اسمه الموست بروبابل فاليو، القيمه الاكثر ايه؟ اكثر احتمال. يبقى دلوقتي يبقى ده يا جماعه ما فيش عقد قياس مطلق. طبعا انا قلت لو انا عاوز طول في الطبيعه 8 متر هيبقى 79 984. تعالى شوف الاستاندرايزيشن، انا قلت الاستاندرايزيشن ديت بتحصل مع كل المعاملين. قلت لك لو اشتغلت بالشريط طول خطا طول النهار تيجي اخر النهار ممكن تصححه بالمعادله اكيد. لان ده سيستماتيك ايرور، اي سيستماتيك ايرور بصلحه بالايه؟ بالمعادلات. الخمس اخطاء عندنا في الشريط كلها اخطاء دوريه سيستماتيك. المعادله بتاعتي بيقول لي ايه؟ الطول الحقيقي على طول الخطا او طول النقاط بيساوي الطول الخطا للشريط على طول او الطول الحقيقي للشريط على طول الجسم. الاسيومد بليتس ده بنسميها النومينال احسن، بدل الاسيومد دي سميها النومينال اللي هو الاسمي. النومينال هو بيكون كده في المراجع، بس انا رايي الطول الاسمي، يعني الطول المكتوب على العلبه 30 متر 50 متر 20 متر، ده بنسميه ايه؟ الطول الاسمي. يبقى لو عندي طول خطا قسته طول النهار اللي هو الايه السمول، بضرب طول الشريط الخطا على طول الاسم، يديني طول الحياه اللي قسته طول النهار. ماشي يا جماعه؟ يبقى دايما اي سيستمات طبعا ده خطا بسيط جدا مفيش اي مشاكل. طبعا لو عندي طول جسم في الطبيعه 226.8 بشريط طول الخطا 30.5 من 1000 وطول الجسم 30 ب 226 ب 30.5 من 1000 على 30 بيديني طول الحي للايه؟ الطول الحي للايه؟ للشريط اللي طول الحي اللي انا للخط اللي انا قاسمه. يعني فرق لو انت ملاحظ 18 مللي ده فرق مش صغير في 200 متر، ده فرق في خطا كبير جدا نتيجه للخطا في طول الشريط 5 مللي. يعني طوله 30 متر و5 متر. طبعا ده ممكن يكون حصل في الطبيعه فعلا شريط من كتر الاستخدام، بس مش هتلاقي مقاول. نفسي كده تقيس تمسك شريط اي مقاول مستحيل هتلاقي اكتر من طول حقيقي. لازم تبقى ايه؟ اقل من طول حقيقي. دي انا بدي لكم كلام ده بسد الطبيعه عليها عشان ما تنساش. فدايما يا جماعه الحته دي ما تنساش. الساق طبعا الساق انا قلت لك خط معايا وقت تلاقي اسم الساق الساق. اه واحد بيقيس خط ما بيشوف بيبقى شكله بالايه؟ بالمنظر ده. طب الساق بيساوي ايه؟ بيساوي ناقص ضرب التربيع في اللي تكعيب على 24 تربيع. يبقى التصحيح اهو. اه ده الاشاره اللي مكتوبه ايه؟ سالب. يبقى لازم الاشاره دايما سالب، لان الساق دايما بيديني طول اكتر في الشريط، فلازم انا دايما اقصره. يبقى ده الاشاره ايه؟ سالب. طب الوزن الدولي ده هو ايه؟ قلنا لو الشريط وزنه 7.10 كيلو وطوله 30، يبقى الدولي بيساوي 7.10 على كام؟ على 30. اللي هو طول الشريط او طول الخط، اكتب جنبها حته مهمه جدا. ال هو طول الشريط او طول الايه؟ او طول الخط. اصل انت خدت الدولي ولا الدولي سبعه ولا ايه؟ الدي هو الشد. لو انت لاحظت يا جماعه ان الشد ده العامل المشترك هنا ايه؟ لان كل ما بشد الشريط قوي كل ما بيحصل ايه؟ عشان في المقام تناسب عكسي. كل ما بشد الشد بيقل الايه؟ السالب، بيقل تاثير السالب. فبالتالي ان الدي
في المقام، كل ما بتزيد كل ما بتزيد الشهادة، كل ما المقدار بتاع الدبليو ال او الدلتا ال بايه؟ بيساوي اقل ما يكون. طبعا الامثله دي امثله سهله، انا عاوز بس اقول لك السيل كام 30 متر في اللوح. الفيلد فول او تنشن في الطاقه كيلو الويب ستات ايه؟ 8 من 10. يبقى الكيلو بيساوي 8 من 10 على كام؟ Thank you.
اشتغلت بيت المنجمات بطوله كام؟ ها؟ 29 و99% ده الطول المتوسط للمرحلة الأولى بتاع الشريط. مش كده؟ هنا كان ناقص 2 سم. بعد العدة المرحلة بقى كام؟ زي 4 سم يبقى 30 و4%. يبقى متوسط القياس في المرحلة دي كام؟ 30 و1%. برافو عليك. والمرحلة دي وصل ل 30 وكام؟ و8%. أهم حاجة 8 إيه؟ 8 سم. يبقى هنا وصل النص بتاعه كام؟ 30 وكام؟ 6%. مسألة صعبة؟ هجيب الطول على أساس 3 مراحل. المرحلة الأولى التصحيح بتاعها 800 بكام؟ في 29 و99 على كام؟ على 30. المرحلة الثانية 1000 متر في 30 و1% على 30. المرحلة الثالثة 1200 في 30.6% على 30. أجمع الأرقام كلها يديني الطول اللي كان الحقيقي اللي هو إيه؟ اللي المفروض أكون إيه؟ قسطه مظبوط. يبقى أنا عندي ثلاث مراحل أهو وأقول لك في المسألة أخد الطول إيه؟ المصحح أو الطول الحقيقي. فاين ذا كوريكت ديستنس ميجر. فخلاص إحنا قسمنا ده لثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان بداية صفر وبعدين ناقص 2 سم، المرحلة الثانية كان زاد 4 سم، المرحلة الثالثة كان زاد 8 إيه؟ 8 سم. اللي حصل بقى إيه؟ الديستنس إيه دي؟ الطول المتوسط أهو 29 ليه؟ لأن خد 30 ناقص 2% متوسط. يعني بمعنى آخر إن 30 زائد 29 98 على 2 بقى 29 99. اللي مش فاهم بتعمل المنظر ده يكتبها ازاي؟ ممكن تكتب ان هو 30 زائد 29 و98 على كام؟ على 2. وهنا يبقى طول المصحح كام بقى اهو؟ 800 في 29 99 على 30 اداني طول اقل من الطول الحقيقي 799 كنت عايزه 800، لكن هو الطول الحقيقي كام؟ 799 و733 من اقل. يبقى دي المرحلة الايه؟ اللي هي الطول الاولاني. الطول الثاني اللي هو البي سي اللي هو المرحلة في النص. المتوسط قد ايه؟ 30.1%. يبقى الطول الحقيقي اهو ال 1000 في 30.1% على 30 اداني 1333. المرحلة الثالثة اللي هي السي دي اهو المتوسط 30.6%. مش كده؟ والطول الحقيقي 1200 في 30.6% على كام؟ على 30. يبقى الطول المصحح كله قد ايه؟ طول الخط كامل اهو جمعتهم كلهم. فرق قد ايه يا جماعه في 3000 متر نتيجه قد ايه في درجه الحراره؟ نتيجه قد ايه في الطول في ستاندرزيشن؟ 2 متر ونص تقريبا. يعني 3000 متر غلط في 2 متر ونص نتيجه للتغير في طول الشريط نتيجه لتاثير درجه الحراره. قال ده حاجات مهمه جدا. طيب المقاول يهمه يقيس الصبح ولا يقيس الظهر؟ عشان الناس كده عاوزها تصحصح كده واقف.
المدرسة في السيستي إيه؟ لو أنت المدرسة كانت 2.1
دلتا تي مش هتطلع مقابليه 10 على 10 الدلتا دي الشد اللي هو حكمته على والشد اللي بيعمل حكمته كام؟ الشمال مش هتفرق مش هتفرق عفوا 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 Thank you.
اتنين وجبت وزنه يعني 12.23 12.9 12.23 اقعد على زي ما انت عاوز نطلع لي ناقص 244 من ألف بجمع جمع ايجابي بقى الطول الكلي يديني الكوريكت بليت بالنسبه لطول الايه؟ طول الشريط. اتمنى انك انت ان شاء الله المحاضره دي اذا كان كويس جدا لانك انت لازم هيجيلك لعبه بتمتحنها في الترم الاولاني والمترم الثاني والفاينل الاكزام ممكن يجي معاك الكلام ده كله. لو كان في مشكله في اي حاجه كل اللي في المكتب لا عندي اي حاجه في المكتب بس بعد الساعه 2 يا ليل. يلا اتفضلوا.